قال الرئيس السيسي إن العالم يشهد مأساة كبرى في فلسطين، حيث يسقط آلاف الشهداء في قطاع غزة ويتعرض أهلها لمعاناة غير مسبوقة. أشار الرئيس السيسي إلى أنه كلف بإعداد دراسة لتحديد تكلفة إعادة أعمار غزة التي يقطنها نحو 2.5 مليون مواطن. طلبت من المؤسسات تعمل تقدير لتكلفة الإعمار في غزة اللي فيها 2.3 مليون، تكلفته أكتر من 90 مليار دولار. 90 مليار دولار عشان ترجع غزة ببنيتها الأساسية وتبقى ممكن الناس تعيش فيها. كان ممكن حد يقول لي كنت خدت 2 مليون عندك في مصر في سيناء، يعني ما الأرض كبيرة. يعني أنا بقول لكم كلكم والأمور هتتحل، يعني والأمور إيه هتتحل. بقى اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه؟ ويقول لك أصل الحكاية وترتيب مين؟ الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا إن إحنا نحميها زي ما هي كده. آلاف السنين دي حدودها، ومحدش بفضل الله محدش بفضل الله أبداً هيفرط في حاجة. يعني